اهلا بكم من جديد، ودلوقتي وصلنا لاخر فقرات برنامجنا، فقره سهم وكوس اللي مشرفه فيها الكابتن، طبعا كابتن نادي الزمالك، كابتن اشرف عبد الجليل نجم نادي الزمالك والمنتخب الاولمبي السابق. كابتن اشرف نهارك ابيض ومنورنا في قناه ناديك نادي الزمالك. كابتن اهلا بك يا خلود، صباح الفل ونهارك ابيض. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه برحب بوجودي في القناه وبرحب بوجودي في قناه بيتي نادي الزمالك، وبنعزي انفسنا في الكابتن سعيد الجدعي نجم نادي الزمالك المنتخب مصر، ربنا يرحمه يا رب. بعد خرج اجيال كبيره جدا كابتن اشرف نادي الزمالك. طبعا من الاجيال اللي خرجت عليه كتير جدا في نادي الزمالك، من زي ما بيقولوا ابو الناشئين في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، سواء في مدرسه الكوره او في الناشئين، ربنا يرحمه ويجعل مأواه الجنه يا رب ان شاء الله. يا رب امين يا ان شاء الله. امين. كابتن اشرف خلينا نبدا معاك بقى في البدايه، واسالك اكيد واتكلم معاك عن نادي الزمالك، وشايف بقى الفتره الجايه ازاي فريق نادي الزمالك تحت قياده طبعا اخوان كارلوس اوزوريو المدير الفني، والتحديات بقى اللي داخل على نادي الزمالك الفتره الجايه. خليني اقول لك ان الفتره اللي جايه ان شاء الله 4 مين اتمنى تكون فتره استقرار فني، استقرار اداري طبعا، وهنقول استقرار مادي هو طبعا بيبقى اهم حاجه في اي فريق كوره. فالاستقرار تحت قياده اوسوريو بيلعب بطريقه هجوميه، طريقه كويسه قوي طبعا، وطريقه بتفيد الزمالك، واللعيبه بدات تهضمها بشكل كويس. وطبعا كنا بنقول اي مدرب او اي حد عايز يشتغل بيشتغل فتره اعداد، بيشتغل من بدري، هو اتاح له الفرصه ان يشتغل الموسم اللي فات، في نهايه الموسم يشتغل فتره كويسه، تعرف على اللعيبه بتاعته وامكانياتها سواء الدفاعيه او الهجوميه، ازاي يتعامل مع لعيبته، ازاي يشتغل عليها. يمكن بدا فتره الاعداد دي بدايه كويسه او بدايه مباشره، انه يبدا فتره الاعداد على اللي انتهى منه، لو انتهى منه من ماتش البطوله العربيه فانتهى عليه، فيبدا يبني عليه خطته شغل لحد ايه. يمكن حته ثانيه برضو هقول لحضرتك القصه اللي هتفرق معاه قوي ان هو هيشتغل عليها، وهو اتكلم في دي موضوع ايقاف القيد، هو هيشتغل في المجموعه اللي عنده ولا هيستنى حد جديد او هيجيب حد جديد؟ وهي هي كابتن اشتغل معاه الفتره اللي فاتت. فهو خلاص هو هيشتغل بالمجموعه اللي اشتغلت معاه الفتره اللي فاتت، واشتغل بالمجموعه اللي هي موجوده عنده دي، خلاص هو هيعمل حساباته ويشتغل عليها بالشكل ده، وهي اللعيبه اللي موجوده هيعتمد عليهم ويعتمد على بعض لعيبه الناشئين اللي هتطلع ان شاء الله من تحت. كابتن اشرف بقى في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي وعدم قيد وعدم انتدابات طبعا عناصر جديده للفريق، شايف بقى نادي الزمالك فرصه ايه بالنسبه لحضرتك طبعا ان شاء الله في التحديات اللي داخل عليها، سواء بقى في الدوري او في بطوله الكاس او حتى في كاس الكونفدراليه الافريقيه؟ طيب المرحله دي مرينا بيها في نادي الزمالك من سنتين او من 3 سنين، اللي هو ايقاف القيد. ايقاف القيد خدنا فيه الدوري وخدنا فيه الكاس، لان ساعتها كان الراجل مسافر اشتغل على نفس المجموعه اللي عنده، نفس اللعيبه، الادوات اللي بتشتغل بيها. لما بتوفر المدرب الادوات اللي بيشتغل بيها، سواء هي اللي موجوده عنده او هتجيب له قماشه جديده او لعيبه جديده يشتغل بيها، بيبدا يحط الاستراتيجيه ويبدا يحط البلان بتاعه هيشتغل ازاي. فخلاص هو سوري دلوقتي ما عندوش غير هو المجموعه اللي هيشتغل بيها دي، اللي هو انتهى بيها الدوري السنه اللي فاتت، والبلان بتاعه ان هو هيشتغل معاهم. فاتمنى ان هو الشغل معاهم يبقى خلاص هو حفظ فكر اللعيب المصري، واللعيب المصري يقدر يشتغل ازاي، يقدر يستوعب ازاي اللعيب يشتغل على الطريقه اللي هيشتغل بيها سوري، زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده، هو يقدر يشرب الطريقه بتاع سوري في فتره الاعداد. عايز اخد من كلامك يا كابتن، شايف خلاص اللعيبه بقى نقدر نقول تاقلمت خلاص على الطريقه الجديده مثل سوري؟ اتمنى يكونوا تاقلموا بنسبه 80-90%، لان زي ما بقول لحضرتك لو 100% مش هتقول 100%، لان 80-90% دول بنقول الجزء الباقي اللي بعديها هي الماتشات اللي بتجيب فورمه الماتشات او لياقه المباريات هي اللي بتجيبه، وبتشتغل على الجزء ده. يمكن في الفتره الاخيره عدل هو من طريقه ادائه في الفتره الاخيره اللي هي 4-3-3، كان بيلعب الاول 4-1-4 وبيهاجم بخمس لعيبه، هو عندي في الحته الناحيه الهجوميه بنهاجم بشكل كويس قوي، خلى للزمالك طريقه لعب اسري وبتخلي الزمالك شكل لعب فن وهندسه فعلا، كورته كويسه قوي، بس هنعتمد على الجزء الدفاع اكتر. يمكن انا قلت قبل كده في حلقه في القناه قبل كده ان برضه هيبقى في مهمه شاقه جدا على كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن احمد مجدي المدربين المدافعين، ان احنا عندنا في بعض الاخطاء الدفاعيه بتحصل واحنا معانا نجوم منتخب مصر، فاتمنى فتره الاعداد الفتره الطويله دي اللي هم يشتغلوا عليها هيصلحوا كويس قوي، لان برضه هم ما كانوش لسه خدوا وقت مع الفريق الاول قبل ما يجي، قبل فتره الاعداد. ففتره الاعداد دي هيبداوا يشتغلوا كويس قوي، هيبدا هو عارف مين نقط القوه والضعف عنده في فرقته، يبدا يصلح النقط الضعف عنده ويبدا يشتغل على قوته، يعني نقط القوه ويطورها بشكل كويس في فتره الاعداد دي ان شاء الله. يمكن الزمالك كابتن عنده الفتره الجايه مباراتين وديتين طبعا، واحده يوم 7 مع نادي السكه الحديد، وبعد كده يوم 11 مع نادي سيراميكا كليوباترا. شايف المباراتين دول هيبقوا يعني زي اعداد او تحضير كافي للمباراه، طبعا مباراه ارتس والاهلي الجيبوتي في الكونفدراليه؟ هو ده هيبقى اعداد كافي لمباراه بطل جيبوتي طبعا، ان احنا بس نبقى عاملين حساب من دلوقتي ان الادوار التمهيديه دي بيبقى فيها مفاجات، فاتمنى ما يكونش فيها مفاجات على الزمالك، ان احنا ناخد الموضوع بجديه وباهتمام من البدايه. يمكن ماتش السكه هيبقى ماتش كويس، ماتش السكه بيقوده جهاز فني كامل من الزمالك، من مدير الكوره، المدير الفني، المدرب العام كابتن سامي الشيشيني، كابتن امير عبد الامير عزم مجاهد، كابتن حماده نصر، جهاز فني كامل طبعا، هيبقوا عايزين يعملوا ماتش كويس في الزمالك. واتمنى الزمالك هو بياخد الموضوع تدريجي، ماتش السكه حديد السكه بيلعبوا في دوري المحترفين،
ماتش هيبقى اسهل شويه، مش اسهل شويه قوي يعني، وبعد كده سيراميكا هتخش في ماتش اقوى يعني اصعب شويه، هتبدا تكتسب لياقه المباريات بنسبه 60 70% قبل ما تخش على بطل جيبوتي ان شاء الله. شايف يا كابتن مع مباراه ارتو سولار الجيبوتي، هو فريق اكيد غير معلوم بالنسبه لنا كجميع نادي الزمالك، لكن اكيد يبقى كل الاحترام وكل التركيز اكيد مطالب من جميع لاعيبه نادي الزمالك في اول مباراه اليوم مع الفريق الجيبوتي. طيب خلينا اقول لحضرتك ان احترام البطوله من بدايه اول ماتش، اول ماتش هو اللي بيحدد بعد كده، لان في ادوار تمهيديه قبل كده تقريبا احنا خرجنا منها بالظبط، من بطوله زي كده فرقه غير معلومه او مجهوله. لا، خد الموضوع، قدر الفرقه اللي هتلعبك، اعمل حساب الخصم او المنافس اللي هيلعبك، اديله قدر من الاهتمام والاهميه، لان انت داخل البطوله لازم تشتغل فيها من الاول. فلما اكون عامل قدر من الاهتمام والاهميه للبطل بطل جيبوتي اللي بيلعب او الفرقه اللي هتلاعبني، لو جيت اروح اقول لك ان نادي الزمالك استاذ الزمالك لازم ادي قدر من الاهتمام للفرقه اللي هلاعبها. يعني انا هقول فرقه غير معلومه لينا كجماهير، انما لازم تكون معلومه للجهاز الفني، لازم تكون معلومه للعيبه، لازم نقول بدايه تحدي جديد وبدايه موسم جديد، فرح جمهورك وخلي الجمهور يقف معانا ان شاء الله من اول ماتش، والجمهور اللي هو الحقيقي هيساندك من بدايه اللقاء من بدايه البطوله لازم يساند من اولها، عشان ايه؟ نبدا ناخد مكسب، المكسب بيجيب مكسب ان شاء الله. كابتن نادي الزمالك طبعا داخل على كذا بطوله، منهم بطوله الدوري، عندك كاس القديم والكاس الجديد طبعا، كاس مصر وايضا البطوله الكونفدراليه. شايف بقى مشكله القيد وعدم اللي انت جبت عناصر جديده للفريق، شايف ممكن تاثر مع الفريق بقى خلال الموسم الطويل اللي احنا اكيد كلنا يعني عارفينه، اللي انت هتشارك في كذا بطوله وعندك زي ما احنا زي ما حضرتك اتكلمت اللعيبه اللي موجوده، بس ممكن بقى يحصل اصابات، ممكن يحصل ايقافات، فشايف برضو عدم التدعيم ده ممكن ياثر على مستوى الفريق في الموسم؟ طيب هو هياثر ومش هياثر؟ هيأثر طبعا، لازم يكون عايز لعيبه عشان تشيل معاك في طول الموسم تمام، بس انت بقول لك ايه، فتره الايقاف القيد انت غصب عنك حاجه خارجه عن ارادتك، لازم تشتغل المجموعه اللي عندك، لازم تبدا تبص على قطاع ناشئين زي ما هو كل سنه بيطلع لنا، ممكن يخليك كابتن نشوف عناصر جديده في طبعا بيطلع لنا كل سنه قطاع ناشئين زي ما طلع لنا نيمار وطلع المجموعه اللي لعبت معانا تمام، ولازم يحصل عمليه تدوير في المباريات. لازم يحصل عمليه تدوير، مش هينفع تثبت مش هينفع تثبت 11 لعيب او 12 لعيب او 15 لعيب واشتغل بدول، لازم يحصل تدوير عشان ماتشات كتير قوي البطوله هيبقى فيه اكتر من بطوله بتشارك فيها. هو طبعا في عمود اساسي بيتلعب او زي ما بقول لك ايه، تشكيل بتحط عناصر اساسيه بتبدا وببدا احط التشكيل عليها اللي اشتغل عليها، بس لازم ادور اللعيبه عشان اللعيبه ما تهلكش مني، اللعيبه ما تجهدش مني، عشان لو في اصابات او في ايقاف او في ايقافات انذارات ولا حاجه يبقى عندي اللعيبه الثانيه جاهزه، يبقى لازم اكون مجهز البديل بنسبه 80 90% زيه زي الاساسي عندي، يبقى انا عندي لو 30 لعيب بمعاهم الناشئين بمعاهم المجموعه اللي موجوده لازم اكون مجهز اللعيبه كلها بنسبه متقاربه من بعض. عايز اقول لك برده محمود علاء عودته مره اخرى لخط دفاع نادي الزمالك، يوسف اوباما صانع العاب واحد من افضل طبعا اللعيبه في نادي الزمالك، ما حلفوش التوفيق يا كابتن في بعض الفترات، لكن يبقى يوسف اوباما لعيب كبير ومحمود علاء ايضا لعيب كبير في خط دفاع نادي الزمالك، شايف بقى ممكن يفرقوا ازاي مع نادي الزمالك برده في الموسم الجديد برده في البطولات اللي الزمالك هيشارك فيها. خلينا اقول لحضرتك احنا هنتكلم على الاثنين يعني بشكل شخصي كل واحد لوحده، هنتكلم بكل على حده. محمود علاء جت في فتره كان هداف الدوري في نادي الزمالك، كان بيجيب جول منتخب مصر ومنتخب مصر وهداف الدوري وضربات جزاء واحراز اهداف بالراس وكده، لكن جت فتره يعني معينه كده الجمهور تحمل عليه قوي، فاتمنى ان الجمهور يقف مع محمود علاء في فتره. عايزين نقول يا كابتن ان وارد اي لعيب بيمر بكبوه ويمر بفتره غير موفقه عادي، طبعا اي لعيب بيمر بكبوه، اي لعيب بيغلط، اي لعيب بيبقى بيجي في وقت مستواه بيتهز، اي لعيب بيبدا بعد كده بيوصل لاعلى ليفل للتوب عالي جدا في المستوى بتاعه، فزي ما انت شلته هو في التوب وفي اعلى مستوى بالنسبه له، فانت برضه لازم تقف جنبه هو ايه واقع او في كبوه او القصه دي. فالنهارده محمود علاء عودته لنادي الزمالك هيضيف قوه، هضيف اضافه قويه لمدافعين الزمالك في ظل برضه عدم القيد، هيفرق معانا قوي في الونش برضه يا كابتن. الونش هيفرق معانا لما يرجع من الاصابه، الونش لعيب كبير طبعا ومحمود علاء لعيب كبير والاثنين كانوا بيلعبوا منتخب مصر طبعا بالزبط. هيفرق معانا قوي. لو نرجع بقى لاوباما، اوباما ابن النادي يا جماعه، ابن النادي من اللي بيلعب اخلاص بيشيل الزمالك، اوباما هيبقى رقم 10 لو وصل على العاب، هيبقى احنا محتاجين في المكان واحد زي ده بيبدا يلعب راس رقم 10 وساعات بيلعب فيرويد سترايكر وساعات بيرجع يدافع في نص ملعب بتوع الناس اللي بيلعبوا في نص ملعب رقم 8 تمام، فيقدر يشيل ده. فبرضه اوباما جت في فتره ما كانش محالفه التوفيق مع نادي الزمالك قبل الفتره ما يطلع اعاره، لما طلع الناس كانت كلها بتقول يا ريته ما طلع اعاره، طب دلوقتي احنا بنقول يا ريته ما طلع، اهو رجع نادي الزمالك رجع لبيته، اتمنى كلنا نقف في ظهره سواء الفنيين اللي بيتكلموا في على الشاشات او سواء الجمهور يقف في ظهر اوباما ومحمود علي. يمكن في فتره الاعاره اللي هو راح فيها في السعوديه طبعا برضو ادى اداء مميز جدا، ادى اداء كويس طبعا بالظبط، ادى اداء مميز واداء مشرف وده يليق باسم اوباما اللي هو يرجع يقول انا اوباما ابن نادي الزمالك، ان انا جاي اشيل في فرقه الزمالك في وقت صعب، وصعب احنا محتاجين كلنا نتكاتف سواء الفنيين او الاداريين
او كل رموز الزمالك تتكاتف في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده، وخصوصا لما تتكاتف جوه كمان لعيبه الكوره جوه لعيب الفرقه بالزبط. اللعيب الفرقه انت مش حاسس باللي بره، بس خليني جوه اكون حاسس باللي جوه عشان انا في بطوله اشترك فيها، كلنا بنشد من ازر بعض. شايف يا كابتن ممكن يبقى فيه بقى فرصه كبيره لعدد من الناشئين برضه ان يبقوا موجودين مع مستر زوري سواء في التشكيله او في سكواد الفريق بشكل عام في الموسم اللي جاي؟ اتمنى يكون في عدد موجود، لان الزمالك غني بابنائه، غني بقطاع الناشئين طبعا، وشفنا ان كل سنه كان بيطلع 3 4 5 6 ناشئين. وفي دلوقتي ماجد هاني راح البلديه اعاره، وعندك طريق يعني في لعيبه في مجموعه راحت البلديه، 3 لعيبه اعاره اللي هم راحوا بلدي المحله مع كابتن احمد عبد الرؤوف. فدول برضه هيكتسبوا خبره كويسه قوي، وهيكتسبوا خبره من اللعب والاحتكاك، حتى لو ما كانش هيلعب عندي او هيلعب على بعض فترات. ده اللي حصل يا كابتن بالمناسبه قبل كده مع مصطفى محمد، مع احمد فتوح دلوقتي اللي نجم الفريق، اما طلع عار لسموحه، يعني عادي ده وارد في كره القدم بالظبط. طبعا هو انا كل ده بخرجك اعاره ليه؟ عشان تكتسب خبره بالظبط عشان تلعب. بس اتمنى من اللعيب اللي يخرج اعاره يبقى عايز يثبت نفسه انه يرجع نادي الزمالك تاني، مش اللي هو خلاص خرج اعاره فبالنسبه له تبقى كبوه او حاله نفسيه زعل او متضايق ان هو مش هيرجع. لا، انا موديك عشان ترجع تاني من خلال اللعبه بتاعك، يعني لما طلعك اعاره البلديه ما تروحش عشان تقعد تحتفظ في البلديه بالظبط، انا رايحك عشان تلعب في البلديه. شايف طموحاته ايه يا كابتن؟ بالنسبه لطارق علاء او ماجد هاني او حتى حسام اشرف مع بلديه المحله، اتمنى يكون طموحاتهم ان هم يلعبوا لاعلى مستوى، ان هم يبقى عنده هدف من هو رايح دلوقتي حاطط هدف، عنده حلين، هدف ارجع نادي الزمالك وهدف لمنتخب مصر، يعني خلي عندك هدف تاني، هدف او الاول هدف يعني يبقى رسم معاه ان هو يشيل فرقه نادي البلديه، فرقه البلديه يبقى جايه بقى لعيب نادي الزمالك تشيل فرقه نادي البلديه، يقعدوا في الدوري الممتاز يقدم بشكل كويس يقدم بشكل عالي، لان دي هتبقى محسوبه على الجهاز الفني. لو هو جاي اعاره، انت مش جاي اعاره تقضي ماتشات وتمشي بالزبط. مش جاي اعاره عشان تقدم مباريات، انا جاي اثبت نفسي وموت نفسي عشان ارجع نادي الزمالك، جاي عشان تثبت نفسك وترجع نادي الزمالك، وجاي عشان تثبت نفسك وتشيل اسم البلديه بالظبط، يخلي البلديه قاعد في الدوري الممتاز بالظبط، يقعد في الدوري الممتاز ويحط البلديه في مكانه معينه عشان لما يجي يقول لك ده ناشئين الزمالك، لا يشيلوا اي فرقه، هتخلي اسم نادي الزمالك وناشئين الزمالك يبقى لهم سمعه واسم عالي جدا في الانديه الباقيه، وهيخلي هم كمان عندهم ثقه في نفسهم اكتر، ويرجع تاني جدا، وهيخلي اسم كمان ناشئين الزمالك يبقى كل الانديه بتتهافت على ناشئين الزمالك عشان يجي يلعب عنده. انا عندي ثلاثه في البلديه مخليني في البلديه مثلا ماشيين في الدوري رابع خامس سادس، ماشيين في وسط الجدول، لعيبه كويسه، هتلاقي بين الدورين معظم الانديه كمان جايه تقول ايه احنا عايزين لعيبه عاره نادي الزمالك. لا، وممكن كمان البلديه تقول لك احنا عايزين نفعل بندش او نشتريهم بشكل نهائي، بس ده بناء على مستوى اللي هم يشتغلوا عليه بناء على التعليمات اللي نفذوها. هم لعيبه كبيره يا كابتن بصراحه، هم لعيبه كبار، بس اتمنى لعيبه كبار بامكانياتهم بالشغل بتاعهم يظهر في بلديه المحله، يرفعوا من مستوى البلديه معاهم ان شاء الله. شايف بقى قرار مستر اوزوريو بالتمسك بقى بقائد الفريق واحد من اساطير نادي الزمالك شيكابالا عشان يستمر موسم ثاني مع نادي الزمالك؟ طيب، هو خلينا اقول لحضرتك ان قائد نادي الزمالك لازم يكون قائد بيلم الفرقه وكان بيقدر يعمل الحته دي في الاخر قوي، شيكابالا بيعملها كويس قوي. هيبقى عندي شيكابالا، هيبقى عندي محمود علاء، هيبقى عندي اوباما. لما يكون عندي قائد زي شيكابالا في الفتره الاخيره بقى عنده حنكه وعنده من الخبره يلم الفرقه كويس قوي. كابتن شيكابالا، انا بقول لحضرتك شيكابالا لو انت هتلعب او مش هتلعب النهارده انت لازم تكون قائد بمعنى الكلمه، بره الملعب وجوه الملعب، من على الدكه او جوه الملعب وانت بتلعب او بتادي او ما بتاديش، لو انت بره الملعب او النهارده خارج التشكيل او جوه ال 18 او بتلعب، لازم اسم قائد نادي الزمالك ده يلم فرقه نادي الزمالك في ظل الظروف اللي احنا فيها عدم القيد، لازم يكون انت قائد بمعنى الكلمه زي ما بتعمل كل مره في كل معسكر. شايف برضه كابتن استمرار بقى احمد سيد زيزو ورفضه لكل العروض اللي تقدمت له الفتره اللي فاتت، وطبعا وجوده في نادي الزمالك ايضا في الموسم الجديد برضه هيدي دفعه برضه ويدي معلومات مختلفه مع الفريق. وعزيزه طبعا واحد من احسن لعيبه في مصر اخر 3 سنين ودور مؤثر جدا مع فريق نادي الزمالك. خليني اقول لك ان زيزو من احسن لعيبه في مصر طبعا، دوره وهو موجود في الفرقه طبعا هيفرق جدا، هيدي دافع معنوي عالي جدا، هيدي دفع لفريق نادي الزمالك لما يكون عندي لعيب كويس زي زيزو زي فتوح زي شيكا قائد الفريق. بس زيزو يمكن بالاخص بقى له فترتين ثلاثه زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده ان هو شايل فريق نادي الزمالك، هو طبعا مش شايل فريق لوحده، هو اللعيبه كلها بتساعده، بس هو اكتر واحد تطور بشكل ايجابي وشكل جد عالي جدا في فتره الاسري، تطور بشكل عالي جدا، قدر ينفذ الطلبه بتاعته واشتغل معاه كويس قوي، وجوده في الفرقه بتدي دفعه كويسه قوي، بتدي دفعه عاليه جدا لفريق نادي الزمالك طبعا. يمكن كل الجماهير او كل الفرق اللي بتلعبك في الدوري بتعمل حساب لنادي الزمالك طبعا اساسا، وبعد كده تقول لك زيزو، الناس كلها تقول لك زيزو هو اللي شايل الفرقه، ده طبعا عشان هو لعيب كويس، لعيب مؤدي، لعيب محترف بمعنى الكلمه. واحد من اللعيبه كابتن قليله في مصر اللي بيديك دايما مستوى ثابت، ويمكن اقل مباراه اللي ممكن يديك 70 80%. دي حقيقه، ولعيب محترف بنسبه 100% بيطبق احترافه جوه الملعب وخارج الملعب. يمكن زيزو عرفه عن قرب من زمان قوي، هو عنده 17 سنه، من اللي هو بينام بدري، بياكل كويس، ما بيخرجش، ما بيسهرش، بيلتزم جدا بمواعيده بماتشاته بتمارينه، فدي بتفرق معاه قوي.
لاعبي الكوره بالذات لو كان كويس ونام بدري واتمرن كويس قوي وحافظ على صحته وحافظ على نفسه هيقدر يوصل لابعد سنه واقدر يعني من ابعد نقطه في الاداء مع فرقته ان شاء الله. برضه يا كابتن لو هنتكلم بقى على عبد الله جمعه، واحد كان اكيد من نجوم نادي الزمالك في المواسم اللي فاتت، لكن تعرض بقى ايه لبعض الاصابات اللي عطلته وعطلت مشاركته مع الفريق الفتره اللي فاتت، شايف بقى برضه فرص عبد الله جمعه مع الفريق الموسم الجديد عامل ازاي يا كابتن؟ طيب فرص عبد الله جمعه اتمنى هو يرجع لحالته الفنيه العاليه تاني. اتمنى طبعا عبد الله جمعه لما بيقعد فتره وزنه بيزيد وزنه يقل، لان ما عنديش دلوقتي غير باك ليفت غير فتوح، وعرفت ان الكابتن عبد الشافي تقريبا رجع في قرار الاعتزال وهيكمل معانا الموسم ده، فيبقى معانا عبد الله جمعه باك ليفت برضه هيفرق معانا كويس قوي. لازم يدوس على نفسه، لازم يتمرن بفتره عاليه جدا. انت في نادي الزمالك عبد الله، انت بتلعب في اكبر انديه في مصر، بتلعب في نادي الزمالك، فلازم تنتهز الفرصه ان انت قعدت معانا الموسم ده وان انت موجود ما خرجتش اي حته ثانيه، فاثبت نفسك والعب ثاني عبد الله زي ما كنت بتلعب باك ليفت نادي الزمالك. مين اللاعب يا كابتن اللي تتوقع ان هو يظهر بشكل مميز او شكل مختلف في الموسم الجديد مع نادي الزمالك، غير بقى اللعيبه اللي احنا كلنا عارفينها، غير زيزو غير شيكابالا غير فتوح، هو اللعيب اللي كابتن اشرف ممكن ان شاء الله هو ده اللي هو اللي يطلع مع نادي الزمالك ويبقى يعمل شكل مختلف مع الفريق؟ بص، هو اتمنى اوباما يعمل شكل مختلف مع الفريق، في خصوصا في ظل طريقه اللعب الاسري هو ما لعبش معاه واتمرنش معاه. اتمنى فتره الاعداد دي يكون خد على الطريقه اللي هيلعب بيها او يشتغل او يبدا يخدم على اخلاص 70 80%، لان هو هيفرق معاه كويس قوي. اوباما في الناحيه الهجوميه هيفرق كويس قوي، فاتمنى ان هو يتاقلم ويخش بسرعه في الطريقه بتاعته مع المجموعه اللي موجوده اللي لعبت معاه الموسم اللي فات، فده هيفرق معانا قوي. ومحمود علاء هيفرق برضه في الناحيه الدفاعيه قوي. اثنين لعيبه كبار. طبعا لان اوباما ما لعبش معايا الفتره اللي فاتت فما يعرفش طريقه لعب اسوريو بالظبط، فطبعا كل لو هنتكلم على فتوح بقى وزيزو خلاص احنا اتكلمنا المجموعه كلها لعبت المره اللي فاتت، فاوباما هيفرق لو لعب معايا في رقم 10 وتاقلم مع المجموعه دي مع زيزو مع شيكا مع جزيري مع عوده شلبي من الاصابه، هيفرق معانا قوي برده طبعا. فاتمنى ربنا يكرمه بالتوفيق ان شاء الله لاوباما في وسط المباراه. قول لي رايك برضو بقى في مركز حراسه المرمى في نادي الزمالك، سواء محمد صبحي او محمد عواد، وبالاخص محمد صبحي اللي يعني تعرض برضو لبعض الانتقادات برضو الفتره اللي فاتت. بص، صبحي تعرض لهزه كانت هزه عنيفه وانتقادات عاليه جدا. صبحي لسه صغير، جول كويس، برضو لسه ايامه جايه، وبعد كده بقى تالق بعديها بعد فتره كويسه. بس عاجبني جدا المنافسه اللي عملها كابتن عبد المنصف ومدير الكوره طبعا الكابتن عبد الواحد، عاملين حاله فنيه فيها منافسه عاليه جدا بين عواد وبين عبد وبين صبحي على مين اللي هينافس. فاتمنى يبقى الحاله الفنيه دي لمين اللي هينافس قوي جدا، والمنافسه اللي بينهم وبين بعض مين يقدر يحرس على نادي الزمالك في الفتره اللي جايه ان شاء الله. يمكن يا كابتن حضرتك كنت بتتكلم من شويه على اداء نادي الزمالك في البطوله العربيه اللي فاتت، شايف ان احنا اكيد لازم نبتدي الموسم الجديد ونبتدي الكونفدراليه من البدا من الاداء الرائع اللي الزمالك نهى بيه في البطوله العربيه. اكيد خليني اقول لك ان احنا هنا في البطوله العربيه بنفس المجموعه اللعيبه اللي معانا بالظبط، ما جبناش لعيبه جديده او ما مشيناش حد، تمام؟ فنفس المجموعه هي اللي موجوده معايا. لعيبه كابتن تحسها اتبدلت. هي نفس اللعيبه اللي هتبدل معايا او هتشتغل معايا، هي نفس المجموعه. فالمجموعه دي حضرتك لما بدانا احنا نهينا ماتش البطوله العربيه مع النصر السعودي، نهينا ماتش عالي جدا طبعا، وماتش يمكن الزمالك لما بتحط في فرصه تحت ضغط بيفرق قوي. لعيبه الزمالك او اللعيبه المصريين دايما خليني اقول لحضرتك لما بنعمل معسكر المعسكرات بتفرق قوي، يعني المعسكرات اللي في فتره الاعداد هتخلي لعيبه الزمالك يجي في موسم الجديد بشكل منتج تاني جدا خالص. المعسكرات بتقرب اللعيبه من بعض، وده هيبقى دور شيكابالا قائد الفريق في المعسكر، ازاي يلم الفرقه، ازاي يلم لعيبته، ازاي يقدر يقرب اللعيبه من بعض، ازاي هنقول احنا بنلعب بأني طريقه مع مستر اسوريا، ونشتغل ازاي، هنغطي على بعض ازاي، هنشتغل مع بعض ازاي في الملعب. لان خد بالك المعسكرات بتقرب اللعيبه من بعضها، بتقرب الفكر الفني والفكر نفسه، اشتغل لعيبه مع بعض زي في المعسكرات. طب بعد جمال يا كابتن يعني بتقعد تتساءل وتسال كده، ليه اللاعب المصري ما بيتحط زي ما حضرتك بتقول تحت ضغط او في مباراه كبيره قدام نجوم كبار بيقدم مستوى ما حدش يتوقعه؟ وليه برده في نفس الوقت ممكن انت تكون بتلعب مثلا فريق محترمني، فريق صغير او فريق لسه صاعد او كذا او كذا، والفريق يحقق معاك نتيجه برده تبقى غير متوقعه؟ ايه سر التفكير اللاعب المصري يا كابتن؟ ما ده هو انت معلومات حضرتك طبعا مع الفرقه اللي ضربتها. دي بقى لوغاريتمات اللاعب المصري. اللاعب المصري لما يكون بيلعب فرقه على قدر من المستوى القليل فيبدا بينزل مش عامل حساب او عادي ما انا كده كده هكسب، او بياخد الموضوع باستهتار شويه او بدلع شويه، فالنتيجه بتقلب عكس عليه. زي ما انت تقول مثلا الفريق الاول بيلعب فريق 20 سنه، فيقول لك الفريق الاول ما انا كده كده الفريق الاول فهكسبهم، فتلاقي الناشئين بيموتوا نفسهم وبيثبت نفسه فعايز ايه يطلع فوق القلم. الفريق الاول لما بيجي خلاص هو بيحس بخطر وبيحس ان هو هيلعب فرقه كويسه وفرقه جامده،
فبيحس بالخطر. عامه اللاعب المصري لما بيحس بالخطر بيبدا يدوس على نفسه، بيبدا يشتغل. المعسكر لما يكون عامل قبلها معسكر بفتره بيبدا يلموا نفسهم في اللعب الفني او الشكل الفني، بتبدا كل اللعيبه تقعد مع بعض، هم عارفين هيلعبوا مين، فعارفين اللعيب السريع، عارفين اللعيب القوي، يبداوا بيكلموا بعض في الماتشات في المعسكر. لا استنى، لو بتجري ده بيغطي، ده اسرع، لا انا هغطي جنبك، ده هشتغل الجزء ده. لان 90% في الماتشات في لعيبه الكوره الكلام، الكلام في الملعب، الكلام اللي هو ايه؟ الكلام المشجع بالتغطية، كلام التحفيز، بالكلام التحفيز، نوع من التحفيز في الملعب. اضغط وانا في ظهرك، في حاجه اسمها ضغط فردي وضغط جماعي. الضغط الفردي لما بيضغط الباك رايت بيضغط لوحده، بيبقى في واحد مكمل تحت. الضغط الجماعي بقى نضغط كلنا في اتجاه واحد، في اتجاه الكوره. فالجزء ده لما بتلعب مع فرقه جامده، اللعيبه المصريين بيشدوا نفسهم قوي وبيبقى متحفز قوي غير ما يكون بيلعب مع فرقه قليله. يمكن نادي الزمالك يا كابتن في البطوله الكونفدراليه حققناها في سنه 2019، شايف ايه الزمالك عشان يحقق البطولة السنة دي؟ شايف ايه المطلوب من اللعيبة؟ المطلوب من اللعيبة من بداية أول لقاء النتيجة بتسمع. لما بتكسب واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بتسمع قوي. شوف أنا حضرتك كنا بنتكلم على ماتش النصر في البطولة العربية، وإحنا خرجنا من البطولة يعني ما خدناش البطولة، وبنتكلم عليه لحد دلوقتي. تخيل لما بتيجي فرقة هتلاعب فرقة بطل جيبوتي، النتيجة بتسمع للي بعد كده، اللي جاي بعد كده بيبقى عامل حسابك. فخلي الفرقة تبقى عاملة حسابي واخد كل ماتش بماتش إن شاء الله. شايف يا كابتن برضه مستر أوزوريو في المباراة برضه هيتكلم مع اللعيبة دي، سواء بقى فنيا او في طرق خطط اللعب في الملعب برضه قبل بداية المباراة في البطولة الكونفدرالية؟ زي ما حضرتك بتقول لازم تبقى بداية مهمة، بداية قوية، زي ما بتقول تدي جرس انذار لكل الفرق في البطولة. طبعا دي حقيقة، دي حقيقة. خليني اقول لك ان مستر أوزوريو كده بيعمل دور مهم. مستر أوزوريو دوره طبعا هو مهم جدا، المدير الفني. بس انا اقول لك ان الطريقة اللي بيلعب بيها او بيشتغل بيها او ممكن يكون ينفذها في ماتش بطل جيبوتي، هو اللي يبدأ بيها في ماتش السكة فترة الاعداد، هيبدأ بيها في ماتش سيراميكا، هو يبدأ في ماتش السكة هيصلح الاخطاء لو حصل اخطاء او حصل حاجة عشان يشتغل عليها. ماتش سيراميكا ده ممكن يكون التشكيل النهائي او الاسلوب او الطريقة اللي هيلعب بيها النهائية اللي قبل ماتش جيبوتي، فهو هيبدأ يشتغل على الجزء ده ويعدل منه من الاول ان شاء الله لحد نهاية الموسم. الرسالة بقى اللي كابتن اشرف حابب يوجهها للاعيبه نادي الزمالك قبل بداية الموسم، يعني انتوا لاعبين نادي الزمالك خلاص، انتوا اللي موجودين، انتوا اللي بتقودوا المركب، فانتوا اللي هتقودوا او ماسكين الدفه، فلازم تبقوا على قدر المسؤوليه، قدر الاهتمام بدايه الموسم. عندكم اكتر من بطوله هتشاركوا فيها، لازم تكونوا واخد الموضوع باهتمام جدا، باهتمام عالي جدا، باحترافيه سواء خارج الملعب او داخل الملعب. خلي جماهيري تكون معانا والجماهير كلها بتساندكم. انا قبل ما اجي كل الجماهير عندي على الصفحه، احنا معاهم، بس هم يشدوا حيلهم ويكسبونا زي ما كانوا بيعملوا، بيفرحونا زي ما كانت الجماهير بتقول، زي ما عودتونا دايما بتفرحونا. فاتمنى ان انتوا تبقوا على قدر المسؤوليه اللي بترفع اسم نادي الزمالك، وان انتوا بتلعبوا في نادي الزمالك وترفعوا اسم الزمالك مع جماهير الزمالك والجماهير في ظهركم كلها. الجماهير يا كابتن دي طبعا احنا مهما نتكلم عن جماهير نادي الزمالك عمرنا ما هنقدر نوافي حق الجماهير اللي بتقف مع نادي الزمالك يا كابتن اشرف في الاوقات الصعبه قبل الاوقات الكويسه. طبعا دي حقيقه، ده اللي شفناه على مدار السنين اللي فاتت. دي حقيقه في كل الالعاب يا كابتن اشرف، زي ما حضرتك شفت في كل الالعاب، دي حقيقه. في كره اليد كانوا عاملين ملحمه في كل المباريات اللي كانت في الصالات في مدينه السعوديه. فجمهور الزمالك بصراحه يا كابتن اشرف بصراحه يعني زي ما انا قلت قبل كده، تعظيم سلام لجمهور نادي الزمالك في كل الاوقات. خليني اقول لك عشان ما اقولش ان جمهور الزمالك مظلوم، لو بقى مظلوم هيبقى مظلوم بلعبته. جماهير الزمالك عايز الجماهير ما تبقاش مظلومه، مش هتبقى مظلومه بطريقه لعبتها. لان اللعيب لما بياخد دوري ياخد بطوله، انت بتفرح الجمهور اللي فيه. جمهور والله ما بياكل غير بينام عشان نادي الزمالك كسب. بالظبط. عشان الزمالك خسر في جماهير بتنام حزينه، في الجماهير الزملكاويه. فانت النهارده فرح جماهيرك من بدايه اللقاءات، من بدايه الموسم، قول لهم ان احنا موجودين في ظل عدم القيد. ابناء نادي الزمالك، النادي الزمالك غني بابنائه، غني بالمجموعه اللي موجوده عندك، هي اللي هتأدي، هي اللي هتشيل اسم نادي الزمالك. فبالتوفيق لهم وربنا يكرم بالتوفيق ان شاء الله جميعا. ان شاء الله يا كابتن اشرف كل التوفيق، بنتمنى النادي الزمالك. خلينا بقى ناخد اراء طبعا جمهورنا على السوشيال ميديا في موضوع حلقتنا النهارده، اللي بيقول ما الذي تتوقع ان يركز عليه أوزوريو مع بدايه فتره الاعداد للموسم الجديد؟ خلونا دلوقتي ناخد اسامه طبعا الزاوي، بيقول الراجل استحمل الصعب وظروف مفيش مدرب اجنبي يقدر يستمر فيها، وأوزوريو قبل التحدي. شغف واصرار أوزوريو هيعمل من لعيبه الفريق روح ننافس بيها على جميع البطولات. محمد رمضان السيد طبعا صباح الخير عليك، بيقول أوزوريو هيركز على الدفاع، الدفاع ضعيف جدا، ومع رجوع محمود علاء الدفاع هيتحسن جدا، ومع رجوع الونش من الاصابه ان شاء الله الدفاع يعود باذن الله، ولازم يركز على خط الوسط لانه خط الوسط برضه ضعيف جدا، وان شاء الله يعود نادي الزمالك ويكسر الدنيا ويفوز بكل البطولات. احمد الخطيب بيقول اتوقع طبعا هيركز على الدفاع وخط الوسط، لان الدفاع وخط الوسط ضعيف جدا، لكن مع رجوع محمود علاء باذن الله هيتحسن 100%. وطبعا الدفاع
ويعود الينا برضو في القريب العاجل مدافع مصر الاول محمود حمدي الونش اللي بنتمنى ان يعود في اقرب وقت، وبنتمنى ان اوزوريو يركز اكتر في وسط الملعب لانه هو مفتاح اللعب الرئيسي، وكل التوفيق للجهاز الفني واللعيبه. نروح لمريم شكري، طبعا بتقول انا اتوقع هيركز على الدفاع وخط الوسط. شايفين طبعا الكابتن اشرف الناس كلها كلامها واحد طبعاً. بالنسبه للدفاع وخط الوسط نادي الزمالك بتقول الدفاع طبعا ضعيف جدا، لكن مع رجوع محمود علاء باذن الله يتحسن، وايضا محمود حمدي الونش وزوريو يركز اكتر في وسط الملعب عشان هو مفتاح اللعب الرئيسي، وكل التوفيق لنادي الزمالك. نروح لسيد فارس بيقول اتوقع اوزوريو انه يعالج الاخطاء الدفاعيه المتكرره بشكل واضح الفتره اللي فاتت، ومع عوده محمود علاء خط الدفاع يتحسن والبدء بطريقه اللعب المناسبه لكل مباراه، الزمالك يكسب كل مباراه ويتوج بجميع البطولات باذن الله، وكل الدعم والتوفيق للملكي اعظم نادي في الكون. طبعا يا كابتن اشرف زي ما حضرتك شفت يعني يمكن تعليقات حتى جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا كلها بتتفق مع الراي ان محتاجين دعم في خط الدفاع، محتاجين دعم في خط الوسط، وان شاء الله ده اللي مستر اوزوريو هيركز عليه الفتره الجايه. يمكن زي ما قلت لحضرتك ان الفتره الاخيره دي هتكون فتره كافيه لكابتن ملحم عبد الهادي كابتن احمد مجدي يعالجوا الناحيه الدفاعيه، لان هما الاثنين كانوا كابتن مدحت طبعا قلب الاسد في نادي الزمالك ومنتخب مصر طبعا، فهتفرق معاه قوي في قصه ان هو المدافعين التمركز الجيد والتاقلم ازاي عارف يشتغل من فتره الاعداد، فمعالجه الاخطاء اللي حصلت في نهايه الموسم هتفرق قوي من بدايه الموسم. يمكن بوجود علاء زي ما قلنا محمود علاء والونش عوده من الاصابه طبعا هتفرق كويس قوي ان شاء الله رب العالمين. ويمكن زي ما قلنا في الاول لما بنتكلموا عن طريقه الدفاع الطريقه الهجوميه اللي بيلعب بها مصر اوسوريو بيلعب بطريقه هجوميه عاليه جدا، فلازم يبقى في توازن بين الدفاع وبين الهجوم ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اشرف يعني انا يمكن استمتعت بالحديث مع حضرتك النهارده، وانت شرفتني نورتني وبشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. حبيبي كابتن خالد ربنا يخليك وشكرا لذوقك وسعيد بوجودي معاك. بشكرك يا كابتن. بشكرك. يعني مشاهدينا كده نكون وصلنا طبعا لنهايه حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، ان شاء الله نشوفكم بكره على الف خير وحلقه جديده من نهارك ابيض.